جورج وسوف يتعرض لحادثة طريفة قبل حفله الأخير، وفيديو يوثق ما حصل معه الكواليس اتشردأت. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلطان الطرب الفنان جورج وسوف خلال حفله الأخير في لبنان، والذي أحياه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي الحفل أخبر وسوف الحضور عما حصل معه قبل صعوده إلى المسرح، إذ قال: أنا جاي على المسرح، جيت من ميلة المطبخ واستحليت حبة معكرونة أكلتها وتشردأت. كلام وسوف لقى تفاعلا كبيرا بين الحضور، الذي راح يهتف باسمه بأعلى صوت. وكان جورج وسوف قد تصدر حديث الجمهور في بداية شهر مايو الماضي حين بكى على المسرح في أول حفل له بعد وفاة ابنه وديع، قائلا: راح الغالي، كسر لي ظهري. وفي التفاصيل، تأثر عدد كبير من جمهور سلطان الطرب جورج وسوف ببكائه على المسرح وتعبيره عن حزنه العميق لفراق نجله خلال إحيائه حفله الأول بعد وفاة وديع منذ أشهر. وتوقف سلطان الطرب عن الغناء خلال الحفل أكثر من مرة، مستذكرا ابنه وديع الذي رحل إثر مضاعفات صحية أصابته بعد عملية جراحية أجراها لتكميم المعدة. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو من أجواء الحفل، كان أبرزها مقطع وثق بكاء جورج وسوف على المسرح أثناء تأديته أغنية حبيبي زي القمر، وقال متأثرا: راح الغالي. وفي مقطع فيديو آخر ظهر جورج وسوف على المسرح أثناء ترحيب الجمهور به بشكل صاخب ليستذكر ابنه وديع، قائلا: هلا يمكن هو بمحل أحلى، بس كسر لي ظهري. ليرد أحد الأشخاص من الجمهور: نحن كلنا ولادك يا أبو وديع.